يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ ابراهيم، انا رامي عيسى اللي اتصلت بحضرتك من قبل، ومن باب الانصاف لو حضرتك عندك سؤال تفضل. هرب، لا اله الا الله، هرب واغلق الخط. والله هذا من انصاف اهل السنة والجماعة، سل عما تريد ايها المعمم. احنا اتصلنا عليك من قبل وعجزت عن الاجابة، ما من باب الانصاف سل عما تريد. هذا معمم كبير كما ترون، كم تلفزيون عراقي شيعي بينقل الخطاب بتاعه، ولكن مع الأسف جبناء لا يستطيعون الحوار ولا يستطيعون إثبات معتقدهم. كان معكم شيخ الشيعة الهارب إبراهيم الغراوي.